تعالى وبركاته. مواصلة أيها الطالب مع السلسلة الأولى لتمارين الوحدة الأولى تركيب البروتين والتابعة للمجال التعليمي الأول التخصص الوظيفي للبروتين في العضوية. تجد دائما أيها الطالب نص التمرين والحل المرفق أسفل الفيديو في رابط خاص. إذن مع التمرين رقم 3 تابع معي أيها الطالب. إن المورفة عبارة عن قطعة من الأديان. إذن المورفة عبارة عن ماذا؟ قطعة من الأديان، حيث يتشكل التتابع النيكليوتيدي للمورفة أو يشكل التتابع النيكليوتيدي للمورفة رسالة مشفرة تعمل على تحديد تسلسل معين للأحماض الأمينية في البروتين الذي تشرف عليه. إذا يشكل التتابع النيكليوتيدي للمورفة رسالة مشفرة تعمل على تحديد تسلسل معين من الأحماض الأمينية في البروتين الذي تشرف عليه. يعني دائما أيها الطالب، فالمورفة والتي تعتبر كقطعة من الأديان هي عبارة عن نمط وراثي، ونوع المورثة يحدده عدد نوع وترتيب النيكليوتيدات، حيث أن هذا الأخير سيتم انطلاقا منه تركيب أريانام يوافق أو تركيب أريانام يحمل نسخة من المعلومات الوراثية لهذه المورثة. والأريانام المركب أو المشكل سيحدد لنا نوع البروتين، ونوع البروتين يتحدد بعدد ونوع وترتيب معين من الأحماض الأمينية. إذن أيها الطالب، في هذا التمرين لاحظ معي، تمثل الوثيقة رقم 1 مرحلة هامة من مراحل التعبير المورثي. إذا لاحظ هذه الوثيقة مرحلة هامة من مراحل التعبير المورثي. 1 أو المطلوب الأول، اكتب البيانات المرقمة من 1 إلى 7. إذا كان بيان 1، 2، 3، 4، 5، 6، و7. وتوجد أيضا بيانات بالأحرف سين وعين. إذا في هذا السؤال يهمنا فقط البيانات المرقمة من 1 إلى 7. المطلوب 2 أن تشرح كيف تم الارتباط بين العنصرين 4 و3. المطلوب رقم 3 أن تكتب الصيغة الكيميائية للمركب المتشكل، وهو الميثيونين والحمض الأميني سين والحمض الأميني عين. إذا هذا المركب المتشكل هو عبارة عن ثلاثي بيبتيد. وآخر سؤال أن تشرح الآلية التي سمحت بتشكيله. أن تشرح الآلية التي سمحت بتشكيله، وهذا انطلاقا من الوثيقة رقم 1. إذا نبدأ أولا أيها الطالب مع أول سؤال، اكتب البيانات المرقمة من 1 إلى 7. إذا البيان رقم 1 هو عبارة عن تتابع نيكليوتيدي، سلسلة واحدة مشكلة من نيكليوتيدات هي A, C, G, U. إذا البيان رقم 1 ما هو إلا RNA. البيان رقم 2 يمثل تحت الوحدة الصغرى للريبوزوم. البيان رقم 3 يمثل الـ RNT، لأن الـ RNT له موقعين، موقع تثبيت الحمض الأميني وموقع الرابطة المضادة. 4 الحمض الأميني. 5 تحت وحدة كبرى. أما اتحاد العنصرين 2 و5، أي اتحاد تحت الوحدة الصغرى مع تحت الوحدة الكبرى، يشكل ما يسمى بالريبوزوم.
والسبعة هي مواقع موجودة في تحت الوحدة الكبرى للريبوزوم، وهي خاصة بتوضع الأرينت الذي يحمل الحمض الأميني ولتشكيل الرابطة البيبتيدية. إذا ستة يسمى بالموقع بي، وهو موقع البيبتيد أو تشكيل الرابطة البيبتيدية. سبعة هو موقع A أو موقع الحمض الأميني، ويسمح بدخول الحمض الأميني المحمول على الأرينتين الخاص به. الآن السؤال الثاني، اشرح كيف تم الارتباط بين العنصرين 3 و4، أي كيف تم الارتباط بين الأرينتين والحمض الأميني. إذن عملية ارتباط الحمض الأميني مع الأرينتين، تذكر معي أيها الطالب، تسمى هذه العملية بعملية تنشيط الأحماض الأمينية، وتسبق دائما عملية الترجمة. فنقوم بالشرح كالآتي. إذن عملية تنشيط الأحماض الأمينية تمر بثلاث خطوات أساسية. إذن أولا تجمع عناصر تشكيل المعقب، وهي إنزيم التنشيط، الأرينتين، الحمض الأميني، حيث يرتبط كل من الحمض الأميني والأرينتين في موقعين خاصين بهما، موجودان في إنزيم التنشيط. إذا هذا بالنسبة لي أول خطوة. الآن ثاني خطوة، تشكيل المعقب. تشكيل المعقب، إذا يقوم إنزيم التنشيط بربط الحمض الأميني مع الأرينتين الخاص به، مع الأرينتين الخاص به برابطة طاوية، وهذا بعد استهلاكه بالطاقة الطبيعية. الآن ثالث خطوة، وهي تحرير المنتوج. تحرير المنتوج، إذا في تحرير المنتوج ينفصل المعقب حمض آمن أرينتي عن الأنزيم. إذا نعيد الآن أيها الطالب من خلال السؤال رقم 2 شرح كيفية ارتباط الأرينتي أو الحمض الأميني بالأرينتي الخاص به. نسمي هذه العملية بعملية تنشيط الأحماض الأمينية، وهي عملية هامة تسبق عملية الترجمة، حيث تمر بثلاث خطوات أساسية. أولها تجمع عناصر تشكيل المعقد والمتمثلة في ماذا؟ في إنزيم التنشيط الأرينتي والحمض الأميني، بحيث يرتبط كل من الحمض الأميني والأرينتين في موقعين خاصين بهما موجودان في إنزيم التنشيط. الخطوة الثانية تشكيل المعقب، يقوم إنزيم التنشيط بربط الحمض الأميني مع الأرينتين الخاص به، وهذا برابطة طاقوية، ويكون ذلك بعد استهلاكه للطاقة الطبيعية. آخر خطوة في عملية تنشيط الأحماض الأمينية، وهي تحرير المنتوج، والمنتوج المقصود هنا هو المعقد أرينتي حمض أميني، حيث ينفصل هذا المعقد عن الإنزيم.
يعني هذا خارج التمرين وخارج السؤال، أن نمثل عملية تنشيط الأحماض الأمينية بمعادلة كيميائية. فكيف نكتب معادلة تنشيط الأحماض الأمينية؟ إذن نكتب معادلة تنشيط الأحماض الأمينية بالطريقة التالية. إذا لدينا الحمض الأميني زائد الأرينتي زائد الأتيبي في وجود إنزيم التنشيط، يتم الحصول على معقد حمض أميني أرينتي زائد أينبي زائد أينبي. إذا لو نترجم هذه المعادلة الكيميائية برموز، أي رموز تخص ما يسمى بالتفاعلات الإنزيمية، فالمواد المتفاعلة نرمز لها دائما بالرمز S substrate أي مادة التفاعل، بينما النواتج نرمز لها بالرمز B B يعني برودكت أي المنتوج. إذا لدينا هنا المادة المتفاعلة الأولى، المادة المتفاعلة الثانية، والمادة المتفاعلة الثالثة، وهنا المنتوج الأول والمنتوج الثاني. إذا تكون بهذه الطريقة، إذا S1 زائد S2 زائد S3 زائد E يعطي لنا معقد إنزيمي E S1 S2 S3، وبالتالي يتم الحصول على منتوج واحد، منتوجين، المنتوج الأول والمنتوج ماذا؟ الثاني. إذا هذا يعبر عن ماذا؟ عن تفاعل إنزيمي، لأنه أصلا عملية تنشيط الأحماض الأمينية ما هي إلا تفاعل إنزيمي تتم بتدخل إنزيم التنشيط النووي. إذا أول خطوة هي تشكيل المعقد الإنزيمي، ثم ثاني خطوة هي التحفيز والحصول على منتوج. الآن نواصل مع التمرين. السؤال الثالث، اكتب الصيغة الكيميائية للمركب المتشكل ميثيونين سين عام باستعمال الصيغة العامة للأحماض الأمينية، ثم اشرح الآلية التي سمحت بتشكيله. وهنا أيها الطالب يجب أن تتمعن وتدقق أكثر في هذا السؤال، يعني شرح الآلية التي تسمح بتشكيل هذا المركب. إذا أين هو هذا المركب؟ ميثيونين هو الحمض الأمين الأول، سين هو الحمض الأمين الثاني، وعين هو الحمض الأميني الثالث. إذا ها هو الحمض الأمين الأول، سين الحمض الأمين الثاني، وعين الحمض الأمين الثالث. إذا الحمض الأمين الأول يمثل ميثيونين، الحمض الثاني من خلال هذه الكتابة يمثل أرجينين، والحمض الأمين الثالث يمثل ألانين. إذا كيف سيرتبط كل من الميثيونين، أو كيف سنكتب الصيغة الكيميائية لارتباط هذه الأحماض الأمينية؟ إذا أولا نكتب الصيغة الكيميائية العامة للأحماض الأمينية دائما H2N C H C O O H، ثم H2N C H C O O H، ثم H2N C H C O O H. إذا لدينا ثلاث أحماض أمينية، الحمض الأمين الأول يمثل ميثيونين، الثاني يمثل أرجينين، والثالث يمثل ألانين. إذا والآن طلب منك كتابة الصيغة الكيميائية، أي تبيان الروابط البيبتيدية المتشكلة بين الأحماض الأمينية الثلاث. إذا كما قلنا سابقا في التمرين السابق، نحذف OH من مجموعة الحمض للحمض الأمين الأول، ونحذف H من مجموعة الأمين للحمض الأمين الثاني، أمين للحمض الأمين الثاني. بنفس طريقة نعيد الكرة، نحذف مجموعة أو OH من مجموعة الحمض، ونحذف H من مجموعة الأمين للحمض الأميني الثاني، ونشكل بذلك بين المجموعتين رابطة بيبتيدية.
لا ننسى الآن أن نكتب الجذور الألكيلية الآن للأحماض الأمينيات الثلاثة، بحيث الحمض الأميني الأول هو يمثل الميثيونين، بالتالي جذره هو CH3، والحمض الأميني الثاني جذره CH2 NH2، والحمض الأميني الثالث الألانين جذره الألكيلي CH3. إذا يمثل هذا المركب الناتج ثلاثي البيبتيد، وتسميته كالآتي: ميثيونين أرجينين ألانين. يعني دائما الأحماض الأمينية الأولى في السلسلة البيبتيدية نكتبها باللاحقة إل، اللاحقة إل، بينما آخر الحمض الأميني نترك اسمه كما هو. إذا نمر الآن لآخر سؤال في هذا التمرين: شرح الآلية التي تسمح بتشكيل هذا البيبتيد. إذا أيها الطالب دقق معي جيدا، هناك بعض الطلبة سيجيبون بالخطأ، حيث سيقومون بالإجابة على كيفية تشكيل الرابطة البيبتيدية بين الأحماض الأمينية، ولكن قصد السؤال ليس هذا، فالسؤال يقصد أنه كيف يتشكل هذا البيبتيد الثلاثي بعملية ماذا؟ الترجمة المبينة في الوثيقة رقم واحد. يعني أنك تذكر أولا أو تقوم أولا بذكر مرحلة الانطلاق من هذه العملية، كيف تشكل هذا المعقد وكيف توضع الحمض الأمين الأول ميثيونين، ثم تواصل مع المرحلة الثانية وهي الاستطالة التي تؤدي إلى ربط الأحماض الأمينية الثاني والثالث مع أول حمض أمين ميثيونين. إذا السؤال ليس المقصود تشكيل رابطة بيبتيدية في أو بين الأحماض الأمينية، ولكن المقصود أكثر أنك تستعمل أو تشرح هذه الآلية باستعمال الوثيقة رقم واحد. إذا كيف يتشكل هذا المركب؟ إذا لاحظ معي الآن، أول مرحلة هي مرحلة الانطلاق، يعني شرح الآلية. أول مرحلة هي مرحلة الانطلاق، في الانطلاق فيها عدة مظاهر. أول مظهر اتحاد كل من الأريالان تحت الوحدة الصغرى للريبوزوم والأريانتي الذي يحمل الحمض الأميني ميثيونين، هذه أول خطوة. ثاني خطوة تنشيط ارتباط تحت الوحدة الكبرى بتحت الوحدة الصغرى، أي تشكيل معقد الانطلاق. ومعقد الانطلاق ما هو؟ هو عبارة عن ريبوزوم، عبارة أيضا عن ريبوزوم زائد ماذا؟ أريانتي زائد أريانان زائد معقد أريانتي حمض أميني. بعد تشكيل معقد الانطلاق، ولا ننسى أن أول أريانتي يحمل أول حمض أميني يكون موجودا في الموقع بي، ويكون موقع أ شاغرا في هذه الحالة. إذا نسمي هذا بالانطلاق. الآن الاستطالة. في الاستطالة الميثيونين قد ذكرناه. الآن سنتكلم عن الحمض الأميني سين. إذا في الاستطالة يدخل أريانتي ثاني يحمل الحمض الأميني من؟ سين، وهو الأرجينين، يعني مقصودنا أرجينين، إلى الموقع أ، إلى الموقع أ الذي كان شاغرا في السابق. فتتشكل أول رابطة بيبتيدية بين الميثيونين والأرجينين. إذا ارتبط الآن الميثيونين بالأرجينين عن طريق رابطة بيبتيدية. الآن بقي لنا الحمض الأميني الثالث عين، والذي يمثل ماذا؟ الألانين. إذا ماذا سيفعل الريبوزوم؟ إذا أولا قبل تحرك الريبوزوم سينفصل، ينفصل الميثيونين
عن الأرينت الخاص بي، و يخرج من الريبوسوم يعني مع الأرينتي. وعندما نقول يخرج من الريبوسوم بطريقة أخرى أحسن، نقول يتحرك الريبوسوم، يتحرك الريبوسوم بمعدل رامزة واحدة فقط، بمعدل رامزة واحدة فقط، أو نقول خطوة أو نقول دورة. فيصبح الحمض الأميني أرجينين في الموقع بي، وهو محمول على الأرينت الخاص به، ويدخل الأرينت الثالث، الأرينت الثالث للموقع أ، وهو يحمل الحمض الآمني الأرينين. فماذا يحدث الآن بين الحمض الآمني الأرينين والحمض الآمني الأرجينين؟ بالتالي تتشكل رابطة بيبتيدية بين الأرجينين والأرينين، وبهذه الطريقة يتشكل ثلاثي البيبتيد ميثيونين أرجينين أو ميثيونيل أرجينين أرينين، بحيث تشكلت بينهم رابطتين بيبتيديتين. إذا المقصود في هذا السؤال هو أنك تشرح كيفية تشكل ثلاثي البيبتيد، أي كيفية تشكل الروابط البيبتيدية بين الأحماض الأمينية الثلاث، وهذا انطلاقا من عملية أو باعتماد على عملية الترجمة المبينة في الوثيقة رقم 1. إذا أيها الطالب، إلى هنا تنتهي حصة اليوم. سنواصل في الحصة القادمة دائما مع سلسلة التمارين الخاصة بالوحدة الأولى لتركيب البروتين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.